الحق إثاو، الحق إثاو، أشكر ربي تبارك وتعالى على التهدو سوى غارسنس والنيرة. وكان من غولي تليرنس الحق لا تفان إيقات الصحابي اللي كان الصحابي من رسول صلى الله عليه وسلم اتقان سلمان الفارسي رضي الله عنه. إتان إيقان كل زورن نايت فارس الإسلام، فارس غير ديكات إيران، إنت كل زورن الفارسيين ليكشنس الإسلام. كاتين ريت لي سدين لي صحان يفوغ اوتوماتيك نس يفتوس الشام ريت لي سدين صحان يفتو داح العراق ريت لي وكان ريت لي ريت لي لا سنانه الا يا النبي اتيري هاجر للمدينه يفتو يمز غرس يمدو يمون ديال القافله يفتوس المدينه وكان القافله ينقدر نسرس امزن الزنزينت الزنزينت يا ودي لغي يفتس المدينة يزر النبي صلى الله عليه وسلم يزر قتل علامة اللي ستنان دقات النبوة يا من سرس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكات النقس لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء إقاء ولكل مقرن الصحابة إقاء ولمقرن العلماء الصحابة إن معاذ بن جبل فسد ربي تبارك وتعالى التمس العلم عند أربعة عند أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام كان غودي كان العلماء الصحابة. وكان الثاني شطر يزري التجهري في أقوتني غالي قسنتي اللان لغتلا الغزو الأحزاب المسلمين المشركين إن يسن يت الخطة سكرت استيقان لغزن أسارو استيقان الخندق باش أدركش من العدو أدركش من المدينة إن يسن سلمان الفارسي إن النبي صلى الله عليه وسلم هان كنت نغن لاخ فارس يغن كسود فلاخ هجمن العدو أنقز يو غارس أنقز يو سارو باش نتفلح ركش من العدو. وكان سكرت يعجب المسلمين سكرنا الخطايان نجح نقيس. وكان درس النصائح اللي يكفى اللي يكفى وكان تدر المد سورة غصة أول نسل غير نائب الدرداء رضي الله عنه هي الناس إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط لكل ذي حق حقه. إن النبي صلى الله عليه وسلم هان يغزان سلمان الفارسي جاء من الزهاد اللي تقنانين يقول الكرامة الاتكرام الاتحسن عباد ربي تبارك وتعالى يكتين الدرس كله الراتب من التمس اللي استكد الدولة كل سنة تصدق اللي تخدم سوف سنس اللي اشتال اللي تخدم سوف سنس اللي سمون قد توكل في ربي تبارك وتعالى دا ايسكاس لسبب يواسي يصغاكرا الماكلة يامزد يحدو التطقمي ننسى يتقي نسكت غيك الناس وتقيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن النفس إذا حرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. وكان كذا قال القناعة ديمون الأسباب. سلمان الفارسي ترحم ربي أفلس دور ربي تبارك وتعالى يموت عمدين المدائن والعراق سقوس كان كرديد عشرين كاد دمرو أفلس دور ربي تبارك وتعالى يرحمه.